أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وأقل سعر للسق وذلك بعدما نجحت أو نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة. وباشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربيه والتغذيه السليمه لضمان لحوم بجوده عاليه وزياده نسبه اللحوم الحمراء واعلنت المؤسسه ان لديها قاعده بيانات كبيره من الاسر الاكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهوريه يتم الوصول اليهم بالاضافه الى قيام المؤسسه بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الاسر المختلفه والتي تضم الفئات المستحقه من المراه المعيله والمسنين والمرضى والارامل والايتام